أتحدث في هذه الليلة حول موضوع عقائدي نعالج فيه إشكالا قد ألقاه البعض، وهذا الإشكال يرتبط بعدل الله سبحانه وتعالى. وهذا الإشكال يرتكز على استغلال نوع من الهفوة والغفلة عن سر التمايز في خلق الله عز وجل. فيقول هذا المشكل بأننا نرى في خلق الله كثيرا من التميز، فهذا طويل وذاك قصير، وهذا أسمر وذاك مثلا أبيض، وهذا جميل وذاك قبيح، وهذا ذكي وذاك مثلا غبي ونحو ذلك. وهذه التفاوتات بلا شك تفاوت في مستوى من الكمال ولو كان كمالا جسديا، فالذكاء كمال والغباء نقص، الجمال كمال والقبح نوع من النقص ونحو ذلك. ويستمر المشكل فيقول بأن هذا يتنافى وعدل الله سبحانه وتعالى، ولذلك يفتحون بابا من أبواب الإلحاد بالله عز وجل بأن ينسبون الظلم لله عز وجل، فيقولون أن هذا التفاوت نوع من الظلم لله عز وجل. وعلى هذا دعونا نعالج هذا الإشكال، وسنعالجه في ضمن جوابين في هذه الليلة، ونستمر في الحديث إن شاء الله في وفاة الإمام الرضا عليه السلام، ولكن استمرار بالاستقلال، يعني موضوع الليلة بأجوبته يعد موضوعا مستقلا عن الجزء الثاني، ففائدته تامة. دعونا نعالج هذا الإشكال ببيان المراد بالعدل، ثم نريد أن نوضح العلاقة في أصل الخلق والإيجاد من قبل الله عز وجل لخلقه، لمخلوقاته، لنا نحن. فماذا يراد أولا من النقطة الأولى؟ ما هو عدل الله عز وجل؟ العدل إعطاء كل ذي حق حقه، والحق يتفرع من جملة من الأشياء، يعني العدل بحسب هذا المفهوم يتضمن فكرة الحق، يعني عندي حق وأطالب فيه، فمن العدل أن تعطيني ذلك الحق، فإذا أعطيتني ذلك الحق فأنت مارست العدل بذلك، أما إذا منعتني عن ذلك الحق فأنت بذلك تكون ظالما، تكون ظالما. فهنا العدل يتضمن حقا، أما إذا ما كنت صاحب حق فالمطالبة تكون بالنظر القضائي باطلة، صحيح لولا جاي الطالب مثلا بمال، وإذا فتشنا من وين لك هالمال؟ ليش تدعي هالبيزات لك؟ كذا ما بينت لين السبب، وصلنا إلى نتيجة أن دعواك ماذا؟ باطلة. فلكي يكون الإعطاء لك إعطاء بوجه حق ممارسة إلى العادل، يجب أن تكون صاحب حق، بعدين تجي الطالب، وإلا تكون مدعي بالكذب. والحق أو هذه الفكرة تجرنا
إلى معرفة مسببات الحق، يعني كيف يتكون الحق، شلون الحق من الاستحقاق، أنت مستحق شيء، شلون يتكون هذا الاستحقاق بمناطات اعتبارية عند العرف. شنو هذه المناطات الاعتبارية؟ أني مالك لهذا الشيء. إذا أنا مالك للسيارة طلعت، وإذا أنت جالس فيها أقول لك لا قوم، تقول لا أنا ما بقوم، هذه خلاص صارت ملكي، هذا نوع من الظلم، صح لو لا؟ نوع من الظلم. ليش؟ لأنه أخذ ما ليس من حقه فمارس ظلما، فنطالب بإعطائها إلى صاحبها ممارسة للعدل. هذا الملك يتفرع عنه عنوان الاستحقاق. تارة تشتري الشيء فيصبح ملكك، الشراء يحقق عنوان الاستحقاق بدخول الشيء في ملكك، أو لا تنشئ مثلا تنشئ معاملة عرفية اعتبارية إيجار، بعد يصير الشيء من حقك، منفعة عاد معينة، وقس على ذلك. ومن أنواع الاستحقاق الاستئجار، جيت واتفق وياك على أنك مثلا تبني هذه الدار بهالكثر، أو تبني هذا الجدار بمئة دينار، فرغت أنت بنيت على طبق الشروط والمواصفات، فيصبح من حقك أن تتسلم ماذا؟ المئة دينار. هذا العدل متفرع من الحق، وإعطاء كل ذي حق حقه هذا العدل. هذا المفهوم هل ينطبق على الله عز وجل أم لا؟ بمعنى يعني من حقنا احنا الآن من جينا أشكلنا، قلنا ليش خلقت واحد أسمر واحد أسود واحد أبيض واحد جميل واحد غير جميل، واحد ها ذكي واحد مثلا ذو ها ذهنية بسيطة، من جينا اعترضنا، اعتراضنا على أي أساس؟ هل على أساس أن احنا من حقنا، من حقنا على الله أن يعطينا ذلك كمثل أصحاب الحقوق هذه؟ فإنه إذا سلب حق من حقه أن يطالب. تفقياك مئة دينار خلصوا كل شيء، وين المئة دينار حجي؟ بعدين تالي كذا، من حق يرفع عليك شنو؟ دعوة وقضية وتتحمل انت التكاليف وإلى آخره، صح لو لا؟ فهل من حق نحن بعد على الله عز وجل نرفع شكوى، نعاتب الله ونقول له يا ربنا ليش خلقتنا كذي، ليش كذا وليش كذا؟ يعني هل بيننا وبين الله نوع من الاستحقاق؟ مشتغلين عند الله احنا ها؟ والله مثلا دافعين بيزات علشان يخلقنا، شو تقولون ها؟ وياي لو لا مسوين حق على الله عز وجل؟ لا ولا شيء ولا شيء. إذن العلاقة بيننا وبين الله مو على أساس الاستحقاق، على أساس مفهوم ثاني. شنو هذا المفهوم الثاني؟ مفهوم يسمونه الإحسان والتفضل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. تفهم ليش عطف الإحسان على العدل؟ شنو يعني الإحسان؟ إحسان مثل علاقتك أنت بالفقير اللي يجي ويقول أعطني، تقوم أنت تشيل دينار تعطيه، من تشيل دينار وتعطيه أنت وش سويت من تصرف؟ أحسنت إليه، أعطيته، هو مستحق للدينار يعني يطالبك بها؟ لا، يعني أنا عطيت الدينار مني ومن نفسي. لو هذا الفقير اعترض عليك، اعترض عليك قدام الناس ما سمعنا إلا صراخ،
جينا له وش القضية؟ قال هذا طالب من، رفع يدي قال أعطني مما أعطاك الله. قمت أنا شل دينار وعطيته، وإذا به صارخ يقول لي عطني 10 دينار، معاطني دينار، ها عطني 10 دينار، أسعار ارتفعت كذا ما أدري شلون، 10 عطني دينار وش أسوي فيها؟ الناس وش تسوي؟ الناس تضحك تقول هذا خوش طرار هذا بعد، ها رفع التسعيرات ويا السوق ماشي عدل ولا؟ تعال يا حجي هذا الرجال إلا من المحسنين وما عليك سبيل إلى المحسن، ما يصير، ما عليك إنك تجبره، أعطاك ربية لو أعطاك 1000 عدل ولا؟ أعطاك ربية لو أعطاك 1000. فعلاقة الإحسان نابعة من فعل لا يكون الطرف الآخر مستحقا فيه شيء، وإنما نوع من التفضل والإحسان، علاقة راقية مبنية على أن الله أو أن الطرف المحسن يفيض عليك من دون ماذا؟ من دون استحقاقك لشيء عليه. علاقتنا بالله على هذا الأساس، على أساس على أساس التفضل والإحسان. ولذلك الله مالك لنا، بعد هو اللي صنعنا وخلقنا. الحين بالعكس القضية، مو احنا مستحقين على الله شيء، هو المستحق علينا، هو الذي يستحق علينا. أنت من تصنع شيء وتوجده تكون مالك إليه، مستحق إليه، تتصرف فيه كيف ما تشاء. ولو جاء واحد وعاتبك وقال لك يا حجي ليش تسوي هالشغلة، تقول أنا شنو كيفي، أنا اللي سويته، أنا اللي صنعته، سويت لك تمثال على مستوى تمثال، لو حرسمتها فرغت منها والله مثلا شلتها حطمتها كذا إلى آخره. الناس تقول بعد في النتيجة شنو، نصحنا وجهنا، لكن هو في النتيجة ملكه، يتصرف كيف ما يشاء. ولذلك المولى عز وجل علاقتنا بالله عز وجل على أساس التفضل والإحسان. ومن نعم الله علينا أن الله لا يتصرف إلا بحكمة، الله عز وجل لا يعطي إلا الأفضل الأحسن الأرقى، دوما ماذا؟ في حالة من الفيض الدائم للإنسان والتفضل عليه بنعم جمة وكثيرة. فعلى ذلك جوابنا الأول يتمحور حول إثبات المالكية لله، الله مالك لنا ونحن عبيد فقراء لله، والعبد والفقير للمالك يكون مرتهنا بتصرفات المالك يفعل به كيفما يشاء. إذا فهمنا هذا الأمر انتقل للجواب الثاني. لعل البعض يقول زين ليش أنا ما خلقني، ليش ما ميزني، أعطاني الأفضل وأعطى ذاك ما هو دون، ليش ما خلقني أنا، ليش اختار الأنبياء وما اختارني أنا، ليش أنا ما صرت نبي، ليش أنا ما صرت إمام، ليش أولئك هم الذين أصبحوا أئمة وأنبياء. هنا نقول أيضا من حق الله أن يصطفي له صفوة من خلقه فيجعلهم الأميز والأفضل، وهذا نوع من التفضل والإحسان، بأن الله تفضل على فئة فجعلها الخلق الأميز والأفضل، وهم محمد وآل محمد. إن الله اصطفى آدم ونوح، نوع من الاصطفاء، الله
عبر عن فعل من الأفعال الخلقية له بفعل الاصطفاء، وهو تفضيل بعض على بعض، وهذا فعل من الله عز وجل. مثل المحسن لما يجيه الفقير يقوم يعطي فقير دينار، ويجي الفقير الثاني يعطيه كم؟ 10 دينار. بعد وش نقول الحين؟ يقول بعد هذا نصيبي، تقنع، تقول بعد أنا بعد ما أنا مشتغل عنده هنا ولا أقدر أجبر هذه بيزات، يفعل بها كيف ما يشاء. أنا كنت أفضل أن أكون شنو مثلا، أنا عندي رغبة أن يعطيني 10 بس ما أعطاني، لكن الحمد لله رب العالمين. شوف تدعو إليه تبقى شنو في حالة من الدعاء، هذا الوضع السليم والصحيح. دع عنك النفس ومرضها، دع عنك الحسد يتدخل يقول لا شيخنا أنا أشوف نفسي تغلي، هذه لا صفة الحسد وليست الصفة العقلائية أو العقلية في محاكمة هذا الفعل. محاكمة هذا الفعل تقول أنا ما لي حق بعد، أعطاني دينار الحمد لله رب العالمين، أعطى الثاني 1000 وانت أعطاك دينار، بعد وش أسوي بعد بيزات أنا أعطاني، قلت له أعطني أعطاني دينار وش أسوي أنا يعني بعد هذه بيزات وكيف فيه، صح لو لا؟ لكن صحيح النفس تغلي من داخل تقول يا ليت أعطاني كم، يا ليت عطاني 1000، يا ليت عطاني 100، ليش كذي عطاني، ليش كذا. لكن هذا جنبه من شنو؟ جنبات النفس عندما يفضل الغير. ولذلك تجد العرفاء يعيشون هذا بس ما يعيشون بالحسد، يعيشون بنوع من الحسرة، يقول يا ليتنا احنا كنا شنو من تلك الصفوة التي انتقاها الله عز وجل، من دون أن يكون بينهم حسد وإنما نوع من الغبطة. إنزين، هذا تفسير إلى الفعل الأرقى في التفضيل وهو الاصطفاء. ولكن لعل البعض ما يقتنع، يقول بعد أشوف نفسي أقول لا ليش يعني ما اختارني أنا. هنا الجواب الثاني المتمم، بأن الله عز وجل يعلم بأن هذه الفئة ستكون الأفضل في خلقه، حتى لو تركها من دون اصطفاء، حتى لو تركها فإن عنصرها راق، فإن نفسها وروحها عالية تصل إلى المرتبة الأعلى. فالاصطفاء ما كان إلا نوعا من ماذا؟ نوعا من الإبراز إلى من سيكونون متميزين وفي المقدمة والطليحة. فلما يجي الله سبحانه وتعالى، أنت الآن تنظر إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم 40 سنة من دون إبراز إلى الاصطفاء، صح لو لا؟ 40 سنة بعدين نزلت النبوة، يعني نزلت النبوة شنو؟ النبي اختلف في خلقه ما بين قبل النبوة وبعد النبوة؟ لا، كانوا ينظرون له على أساس أنه الصادق الأمين، وهذا ينبك على أن هذه الشخصية حتى لو تركت هكذا من دون اصطفاء فإنها تكون الأرقى، تكون الأعلى، لذلك الله اصطفاها. وهذا احنا تركنا، لكن مع الأسف احنا وإيش؟ احنا دون الاصطفاء الإلهي، دون الارتقاء إلى أن نكون بمستواه. وقس على ذلك، فإن أي نبي وأي إمام لا يختلف في كماله، في علمه، في عصمته، في قربه وتكامله من ما قبل النبوة وبعد النبوة، أو اللي احنا نسميه سلمه مقاليد الإمامة وكذا وإلى آخره، لا، وهو إمام من ولادته، واضح لو لا؟ من قبل هذا التكليف والتقليد إن صح التعبير، وما هو إلا ماذا؟ هذا التقليد ما هو إلا تسليم الزمام، يعني التصدي، التصدي وإفراغ المكان له بحيث يتصدى ويكون هو المتصدي. وعلى هذا نفهم أن الاصطفاء في
فعل يسير على قانون وضابط إلهي. وفي هذه الليلة نلتقي بمصطفى من الذين اصطفاهم الله وهو الحسن المجتبى سلام الله عليه، الصبط الأول لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الفرحة الأولى إلى الإمام الحسن وفاطمة الزهراء عليهما أفضل الصلاة والسلام. صبط عرف بالكرم، وكذلك عرف بالحنكة والوعي الذي خفي على عامة الناس، وكذلك ابتلي بأمة جهلت قدره وجهلت مكانته وعلمه وهداه، فورث كما من الركام الذي عاناه أبوه أبو الحسن عليه السلام عندما قال: لقد ملوني ومللتهم وسئموا مني وسئمت منهم. يعني أناس لا يقفون عند رأي، متقلبين، يبعث بقسم من الجيش يولي عليهم أميرا، يجي الطرف الآخر يستميل هذا الإنسان، يخدعه بأشياء بسيطة، يقول له: ترى أنت وش جاي الحين تحاربني حق شنو؟ قال: أنا بعثني الحسن. قال: الحسن قاعد يكاتبني علشان يتصالح وياي. ترى أنت الحين إذا ما تدخل في حلفي وبكرة يصالحني الإمام الحسن وأنا بصير الأمير والخليفة، أنت بصير شنو؟ بصير تابع، تتبع لي وتتبع، بخليك يعني كمثل من وناس العاديين. ولازم نفهم شغلة مهمة جدا، بأن من الوظائف الكسبية في ذلك الزمان اللي فيها كسب راقي، يعني الوظائف العالية، هي شنو؟ هي الجنود ورؤساء الجند وأمراء الحرب. يعني مال يدخل عليه بشكل وفير. ولذلك هذا أنت تشوف الحروب شلون تجيش لها الناس، طمعا في ماذا؟ طمعا في ثواب الله جزءا، ولكن هناك طمع في شنو؟ في الغنائم التي تقسم وتوزع وغير ذلك. لذلك استماله بالمال، قام دفع عليه بيزات. لا تشوف هذا الرئيس، هذا أمير الحرب، لا يقوم شنو؟ يروح للطرف الآخر. زي من راح انفلت عزيمة من؟ الجند. قالوا: هذا رئيسنا وراح منك، يعني احنا وش بقينا الآن في هذا الطرف؟ وتميلون الناس مع الطرف الآخر. وقس على ذلك، ليجد الإمام الحسن أنه لا بد من الصلح حفظا للفئة المؤمنة القليلة، لكن يضع شروط، وهذه الشروط هي التي تهيئ لثورة الإمام الحسين. بل بعض النصوص تشير بشكل واضح عن نية الإمام الحسن بالثورة بعد معاوية، فكان يرشد أصحابه في الكوفة، يقول لهم: التزموا البيوت إلى أن يمضي فلان، فإذا مضى نهضنا. يعني الإمام الحسن كان أيضا في بال هذا المخطط. لذلك معاوية أدرك خطورة الموقف، وأن الأمر لا يتهيأ إلى يزيد إلا بالتخلص من الحسن ثم من الحسين. لذلك ماذا صنع؟ أخذ يدس السم إلى الإمام الحسن سلام الله عليه. والقضية ليست مرة واحدة، رواية تتحدث عن كذا محاولة، يعني كذا مرة يدس السم، لكن الإمام يتجرع السم ويتعافى منه إلا في آخر مرة. ولما؟ لأن معاوية أرسل إلى ملك الروم يقول: ليه ابعث لي
بسم فتاك، فإن لي خصما لدود عنيد، كل ما أحاول في قتله ما أنا قادر. فبعث له سم الأفاعي والحيات، لكن أوصاه قال له ترى هذا السم فتاك، فرفقا بخصمك، فإنه لو وقعت قطرة في بحيرة لأماتت ما فيها من الأحياء. لكن وش سوى معاوية؟ دفع كل السم إلى جعده، وهذه المرأة طمعها بالمال وطمعها بالزواج بولده يزيد، انتظرت وتريثت وتربصت بإمامكم الحسن إلى أن كان صائما في يوم قائض طويل، صائم في صيف جاي، يعني ذاق حرارة الجو. أول ما تنبي تفطر، تفطر على شنو؟ تفطر على شربة من الماء أو اللبن ونحوه. قضى صلاته، جاء إلى بيته، قال إلي بشربة من اللبن. جاءت تلك اللعينة، أعدت ذلك القدح من اللبن، وضعت تمام السوم في ذلك القدح، مزجته، جاءت به إلى إمامكم. تجرع الإمام الحسن جرعات، وأحس بالحرارة من فيه إلى بطنه شوية، وإذا يحس بشيء يقطع أحشاءه، التفت إليها، قال قتلتني، قتلك الله. فرت من أمامه، وإذا بالإمام يتجه إلى فراشه، يلقي بنفسه على فراشه من شدة الألم. أين المنادي وإماما؟ وصل الخبر إلى الإمام الحسين، أقبل مسرعا بأبي وأمي، دخل على أخيه الحسن، ما إن رأى ألقى بنفسه عليه، قال أخي أبا محمد، من الذي صنع بك ذلك؟ وأخذ يبكي. أراد الإمام الحسن أن يصبر الحسين، قال أخي حسين، تنظر إلى بدني في سلامة من بدني، لكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، فإنك تبقى على الرمال جثة بلا رأس. أين المنادي وحسينا؟ قال أخي أبا عبد الله، أسندني إلى صدرك وقرب ذلك الطشت. وإذا بالحسين، ما قصة ذلك الطشت؟ قال الآن تعلم أخي أبا عبد الله، سنده بأبي وأمي إلى صدري، يعني إمامكم الحسن لا يستطيع الجلوس، قرب له ذلك الطشت، وإذا بالإمام يتقيأ من فيه دماه، حتى تقيأ شيئا من أحشائه وكبده. أين المنادي وحسنا وإماما؟ لما شاف الإمام الحسين هذه الحال، بكى بأبي وأمي على أخيه الحسن، أراد أن يصبره. وش قال لها بلسان الحال؟